السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا قبل ما أبدأ هذه الحلقة بننعي سيادة المستشار محمود عبد المجيد راعي الرياضة والرياضيين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة في وفاة شقيقه الأستاذ المحاسب محمد عبد المجيد، طبعا الذي يتغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه الله فسيح جناته، وإن شاء الله بإذن الله كده يكون من أهل الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. في بداية هذه الحلقة معي ضيفين كريمين من قطاع الناشئين بنادي النصر للصلبة، الكابتن أسامة حسن المشرف العام على قطاع الناشئين. أهلا وسهلا كابتن أسامة، منور دارك وتشاء وبركي. الحمد لله كابتن. الحمد لله. ومعي طبعا الكابتن مهاب سويلم المدير الفني لفريق ال 2001. اهلا وسهلا كابتن. ازي حضرتك يا كابتن احمد؟ الله يعزك. منور كابتن اسامه طبعا. اكيد طبعا. البقاء لله في المغفور له ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اسامه، في البدايه عايز اتكلم عن قطاع نادي النصر، وبدات الاختبارات وبدات طبعا تشكيل الاجهزه الفنيه للقطاع. عايزين نتكلم عن هذا القطاع المستحدث لنادي النصر الرياضي. والله الحمد لله، يعني بدايه كويسه مبشره جدا. يعني اهم من كل دوت انتقاء المدربين السنه دي. تمام. انتقاء بدقه شديده جدا، يعني بصراحه يعني مجلس اداره النادي وبقياده طبعا المسؤولين دققوا جدا في اختيار المدربين، ان اللعيب اللي هيتأيد السنه دي في نادي النصر هيبقى استفاد استفادة كبيرة جدا من نخبة المدربين العاليين جدا بصراحة. طبعا الموسم ده يعني عايز نقوله موسم استثنائي في اختيار وانتقاء المدرب، معنا مدربين اسماء، مدربين حاصلين على دورات، مدربين بمعنى الكلمة. بالظبط كده. يعني انا عايز اقول ايه، يعني الانتقاء تم بدقة شديدة جدا، يعني انا وده اهم شيء يا كابتن اسامة. يعني انا ده يهمني جدا ان المدرب يكون فاهم ان هيدي الولد ايه. حكم بقى خبرتك كنت مدير قطاع للنادي الانتاجي الحربي طبعا في الاونه الاخيره، طبعا المدربين هم اساس نجاح المنظومه. بالظبط كده. تمام. يعني هو السنه دي في نادي النصر بصراحه الانتقاء عجبني جدا. طيب كابتن حبيبي كابتن مهاب، كابتن مهاب عايز اتكلم عن فريق 2001، هل بدا بالفعل تدريبات وبتمرنوا فين، وطبعا شكل المسابقه هيلعبوا دوري سوبر القاهره ولا المنطقه ولا وضعهم ايه؟ اتفضل. طيب الاول احنا بنشكر حضرتك جدا على المنظومه المحترمه دي. حبيبي. 2001 فرقه ان شاء الله هتبقى في السنه دي، هتبقى حاجه مميزه جدا جدا ان شاء الله، لان عندنا لعيبه زي ما بيقولوا كده فاكهه هتبقى، وهتبقى الحصان الاسود ان شاء الله، ودعم الفريق الاول ان شاء الله. تمام. وهتبقى دعم الفريق الاول، يعني عندنا لعيب فيرود اسمه عمر محمود. تمام. ممتاز جدا. طب كويس. عندنا مساك صعيدي كده من الناس اللي هي الصعايده دول، محمد السيد، ممتاز جدا. يعني هيبقى في شكل ان شاء الله هذا ان شاء الله ان شاء الله. يعني ده هيخليك ان شاء الله انك انت يعني تصعدهم بقوه. تمام. يبقى تصعيد يعني جمعة صالح واسلام نبيل ومجموعه لعيبه كبيره جدا، وزائد المدربين بصراحه. يعني الكابتن مهاب طبعا، والكابتن مصطفى، والكابتن عمرو، والكابتن محمد نجم، كابتن عزت. يعني منظومه كويسه جدا. منظومه كويسه جدا بامانه. يعني انا بشكرك على الاختيار ده حبيبي. كابتن مهاب برضو فضل. يعني المدربين حاصلين على دورات، لسه بنتكلموا على الكابتن اسامه، بنتكلموا على الانتقاء، واهم شيء المدربين قبل انتقاء اللاعبين. احنا بفضل الله جامعين بين الحته الاكاديميه والحته الرياضيه. الاكاديمي والرياضي. يعني تمام. النهارده بفضل الله المدربين بتوعنا حاصلين على الاساسيه، وفي حاصل على الرخصه سي والبي، والكابتن اسامه ما شاء الله حاصل على الرخصه بي. تمام. ده حاجه برضو بتميز القطاع ما شاء الله. تمام. والمدربين بتوعنا في منهم حراس مرمى على اعلى مستوى شغالين في الانتاج، وما شاء الله يعني اسامي مسمعه الفتره الجايه دي، هنسمع عنهم في ان شاء الله يبقى في الممتاز كمان، مش اقل من كده يعني. طيب قبل بس ما نتطرق لقطاع الناشئين بنادي النصر الصبح، احد انديه منطقه القاهره، طبعا المجموعه الاولى في الممتاز به على صفيح ساخن، طبعا الشرقيه للدخان يتصدر هذه المجموعه، وهي المجموعه الاولى مجموعه الصعيد برصيد 54 نقطه، يليه نادي الالومنيوم برصيد 50 نقطه، ويفقد
ثلاث نقاط طبعا غالية طبعا بعد هزيمته اليوم في المباراة المعادة مباراة مركز شباب سمسطة. يفوز النادي مركز شباب سمسطة على نادي الألمنيوم بهدف نظيف للاعبه طه البرازيلي في الدقيقة 92 من زمن المباراة أو في الوقت المحتسب بدل الضائع. طبعا نادي ألمنيا برصيد 49 نقطة في المركز الثالث. طبعا كده الفرق ثلاث نقاط ما بين الأول والثاني في مجموعة الصعيد وهو نادي الشرقية للدخان والذي يتمسك بكل قوة طبعا للصعود أو لحجز بطاقة التأهل للممتاز ألف، وطبعا الألمنيوم يلاحقه. ولكن بعد هذه الهزيمة طبعا هننتظر الأسابيع القادمة وهي الحاسمة بالفعل. ياريت لعبة الكراسي الموسيقية في القسم الثاني نلاقيها كده في القسم الثالث في القسم الأول. طبعا طبعا هذه المجموعة وهي المجموعة الأولى مجموعة الصعيد، بنذكركم الشرقية للدخان يتربع على قمتها برصيد 54 نقطة. بالنسبة برضو لمجموعة المجموعة الثانية وهي مجموعة القاهرة والقناة، يتصدرها نادي بورتو السويس برصيد 42 نقطة، يليه نادي القناة برصيد 40 نقطة، ثم يليه نادي كوكاكولا 40 نقطة أيضا، والداخلية 40 نقطة. المجموعة الثالثة وهي مجموعة بحري والمجموعة طبعا على صفيح ساخن، طبعا بعد تلقي فاركو الذي كان متقدما بصدارة هذه المجموعة تلقيه هزيمة من نادي حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، طبعا ليفوز حرس الحدود ويتمكن من صدارة هذه المجموعة برصيد 55 نقطة. وأيضا بعد فوزه أول أمس على نادي بلدية المحلة في بلدية المحلة بهدفين مقابل الهدف أيضا، وفرقه يلاحقه بكل قوة وعدم التفريط هذا الموسم بالنسبة لنادي فرقه، لأن فرقه طبعا صرف كتير في الثلاث مواسم الأخيرة طبعا، ولكن يتمسك بالأمل لأن الفارق نقطة واحدة. والأسابيع القادمة إن شاء الله حتبان الرؤية بالنسبة لهذه المجموعة. بالنسبة للمتزايلين في هذه المجموعة طبعا نادي بيلي برصيد 14 نقطة وبني عبيد برصيد 16 نقطة، وطبعا هبطوا رسميا طبعا الجزيرة وكفر الشيخ الأقرب للهبوط للدرجة الثالثة. معي الكابتن سعيد لطفي الإعلامي الجميل الإعلامي الرياضي وعضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك بقطاع الناشئين. أهلا وسهلا كابتن سعيد. ازيك كابتن أحمد، عامل إيه حبيبي؟ الحمد لله. أخبارك يا كابتن سعيد؟ كله تمام يا حبيبي، ومس عليك. ولو معاك ضيوف فأنا بس أنا مش موجود، أنا عندي حلقة في أون سبورت. ربنا يقويك كده حبيبي، مش قاعد على انا خطفك كده قبل ما تطلع على اون سبورت هوا كده. كابتن سعيد عايزين نتكلم او بنتكلمه في الاختبارات وانتقاء اللاعبين الجيدين الموهوبين، ولكن الحاله الموجوده في المجال الرياضي وبالاخص اختبارات الناشئين وانديه كبيره جدا، ولكن في مساوئ وسلبيات في هذه الاختبارات، ما رايك في تلك الاحداث؟ بص اتفضل. نتكلم برضو عشان ايه، قبل ما نتكلم الكلام اللي بيقولوه على الفيسبوك اللي هو سواء اولياء الامور او اللعيبه او الكلام ده كله ان هو بيهاجموا الانديه، انما بانها الاختبارات دي سبوبه وكل الكلام ده كله، انا عايز اقول ان الانديه من ضمن الموارد اللي بتعتمد عليها فلوس الاختبارات. الاختبارات صح. فعشان بس الناس تبقى عارفه، عشان ما حدش يقول لك سبوبه ومش سبوبه والكلام ده كله. الناس بتسافر وبتسيب بيتها واولادها المدربين وبيسافروا محافظات وبيباتوا وبيقعدوا في عز الشمس من الصبح لغايه بالليل، تمام، عشان برضو ينتقوا لاعبين وعلشان النادي يستفاد. تمام، ما فيهاش مشكله. اللاعب الكويس اكيد بيتاخد، ما فيهاش كلام، بيجي بيتم اختياره بيتشاف بقى في النادي والكلام ده كله، بيدخل في مراحل ثانيه. تمام. واللاعب المميز بيلفت النظر على طول اكيد، يعني من اول دمسه. كابتن سعيد، طيب عايز اتكلم برضو عن السلبيات الموجوده. ما انا كنت بتكلم على الايجابيات، لسه هكلمك على السلبيات. اتفضل. انا بس بوضح ليه، اتفضل، عشان ما يبقاش سبوبه ومش سبوبه والكلام ده كله.
من حق الانديه انها تستفيد من الاختبارات. تمام. تكون تنميه موارد بالنسبه لها عشان تصرف على الفريق على القطاع طوال الموسم. تمام؟ السلبيات بقى تعالى بقى حاجات كتير جدا. منها طبعا في بعض المدربين ممكن ما بيبصوش بشكل كويس على اللعيبه، انا تمام. انا برضو عشان الناس ما يقولوش ان انا يعني برضو يعني بكذب ناس كتير، في البعض ما بيتابعش كويس، في مده الاختبار بتبقى قليله شويه، لازم الولد ياخد فتره كويسه عشان ممكن بياخد وقت عبال ما يدخل في الماتش يعني. تمام. طبعا دي الحاجات اللي هي الفنيه. وبرضو عايز اقول حاجه بالنسبه للبراعم، اتفضل. الاختبارات اتمنى ان ما تبصش على الجسم قوي. لو لعيب مميز ما تقولش جسمه قليل، لان ده ممكن لسه في مرحله نمو، ممكن في خلال شهور تلاقيه ضرب على طول وجسمه ضرب. تمام. فانت اهم حاجه في البراعم تدور على الموهبه رقم واحد. تمام. كمان في ناس بقى بتضرب استمارات وبتعمل بقى حاجات اسمها الاستماره الدواره، اللي هي بياخدها بيدي اللعيب الاستماره وبعد كده ياخدها ويديها للعيب تاني، يقطعها ياخدها يديها للعيب تاني يدخل بيها وياخد بيه. يعني طبعا حاجات بتحصل، اتمنى الانديه تاخد بالها من النقطه دي. تمام. تمام. اخر حاجه عايز اتكلم فيها طبعا النصب باسماء الانديه. يعني لو تلاقي واحد راح يعمل اختبارات بواخد اسم النادي، زي النهارده برضه احد الزملاء، انا مش عايز اقول اسمه بس انا بعد كده هقول اسمه، اتفضل، وانا بحذره، عمل اختبارات في البحيره وعمل اختبارات في القاهره باسم نادي زد. باسم نادي زد. ونادي يعني زد ما عندوش علم. ونادي زد ما عندوش علم. بتوع زد بيكلموني قالوا لي قناه الحدث اليوم في حد منزل ان هو عامل اختباراته وبيغطي قناه الحدث. قلت لهم ما فيش الكلام ده، لان زد مش عامل اختبارات في اي محافظات، عامل في داخل النادي في الشيخ زايد بس، داخل النادي فقط. داخل النادي. فالاخ طبعا بيعمل، بقول لك انا النادي زد وناس معاه، مجموعه معاه من الناس وبيضحكوا على الناس واخدينهم عشان يعملوا اختبارات، وكده طبعا نصب في نصب. وانا كلمته في التليفون وحذرته، قلت له يعني انت ما تدخلش مثلا، لان هذا النادي زد مثلا في راعي معايا في البرنامج، فانت كده بتدخلني انا في قصه، والناس كلمتني قالوا لي الكلام ده مظبوط، ايه موضوع قناه الحدث والكلام ده كله، وانا المفروض انا اللي في قناه الحدث مع بتعامل مع زد. تمام. فاتصلت بيه قال لي ده اختبارات انديه ثانيه وبتاع، فطبعا انا بحذره عشان ناس كتير جدا اشتكت منه قبل كده، وناس كلمتني وقالت لي ان هو واخد منهم فلوس، فانا مش عايز لو فتحت الملف بتاعه هزعله. ماشي يا كابتن سعيد، احنا برضو بننوه من خلال برضو برنامجنا وبنضم صوتنا لصوتك كابتن سعيد، طبعا عدم طبعا او حذاري من اولياء الامور والتاكد من صحه المسؤولين عن هذه الاختبارات طبعا، وعدم طبعا، ولازم النادي ياخد اجراءات طبعا، اتخاذ اجراءات رسميه. يا باشا تم اتخاذ الاجراءات. تمام. تم يعني، والنادي نزل بيان على صفحته وقال لك ان اي حاجه خارج النادي انا غير مسؤول عنها، وسيتم مقاضاه اتخاذ الاجراءات القانونيه. تمام. ضدهم فعلا، وقناه الحدث كمان هتاخد الاجراءات. تمام كابتن سعيد، شكرا جزيلا كابتن. شكرا. سعيد لطفي طبعا عضو اللجنه الفنيه بقطاع الناشئين بنادي الزمالك والاعلامي الرياضي الجميل. كابتن اسامه، بنتكلمهم عن قطاع الناشئين او قطاعات الناشئين والاختبارات الموجوده، لان طبعا زي ما اشار الكابتن سعيد في هذه المداخله، طبعا مش عايزين نقوله سبوبه، النادي ده مورد بيستناه من كل عام لعام او لكل موسم لموسم. تمام. ولكن 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 في برضو اخطاء طبعا بتقع على النادي، منها زي ما اشار الكابتن سعيد برضه ضيق الوقت، الواد انا بديله 5 دقايق تمام غير كافيين، انا هياخد حساسيه ده الاحمام بس 5 دقايق، ولا انت شايف ايه؟ والله يا كابتن عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا كنت عايز الفت نظر بس كابتن سعيد. اتفضل. في النقطه دي بالاخص، هو المدرب بيبقى عنده فرقه من السنه اللي فاتت. تمام. فانت عملت اختبارات، ادي الولد حقه في الملعب وبص عليه، هو ممكن في ال5 دقايق دول، طب انا ما لفتش نظر حد في دول، يجيب اللاعب اللي مستوى اللاعب اللي عندي، او مش مركز، او مش مركز. فطبعا دي ظلم للولد، وكتير جدا هو ده اللي بيخلي الناس تخرج تقول سبوبه. تمام. احنا عايزين مدربين في جميع قطاعات الانديه، والانديه الكبيره طبعا، المدرب يبقى واقف مركز على اللعيب ويراعي ضميره في انتقاء اللاعب. تمام. لان ممكن اللعيب دوت جاي له من الشارع بس احسن من اللعيب اللي عنده، ويديله حقه في الوقت بالظبط كده. تمام. ويركز على الموهبه، ما بيركزش على الجسم.
ما بيركز على الموهبه لكن بيركز على الجسم الضلفه والموهبه. شكرا. حتى لو جسمه ضئيل انا مش ضد ان هو يختار الاجسام. القوه مطلوبه وكل حاجه، بس هي الفكره كلها انك انت ادي الولد، ادي اللي هو حجمه صغير حقه وادي اللي حجمه كبير حقه. تمام. كابتن مهاب برضو ايه رايك في هذه المساله؟ طبعا مساله الاختبارات، بالرغم ان في يعني رئيس قطاع ناشئين في احد انديه الممتاز الف قال لك كابتن احمد انا هلغي الزوجي 2002 و2004 و2006 ثلاث مراحل سنيه هيتم الغاء بهذا النادي السكندري، والنادي طبعا في الممتاز الف، ولكن الاختبارات فاجئنا ان جميع المواليد هتخش الاختبار. طب انت لغي ثلاث مراحل زوجيه، طب انا باخد الزوج ليه؟ والزوج اللي عندك المميز قوي صعدته للفردي، فانت رايك في شكل الاختبارات هذا الموسم؟ وطبعا اولياء الامور يعني عايزه تتمسك بالامل، لان ده الامل الوحيد وحلم الولد، فعايزه تتمسك به ارضاء وتلبيه لرغبه هذا اللاعب او هذا الابن. تمام. هو طبعا كلام كابتن سعيد يحترم كله جدا. وبرضه لو هنرجع بالذاكره شويه حلوين، هنلاقي لعيبه كتير طلعت للممتاز الف وبقت مشهوره من الاختبارات. تمام. فلما النهارده نهتم بالاختبارات هتفرز لنا المواهب اللي اختفت الفتره اللي فاتت دي. الفتره اللي فاتت دي عندنا قله في المواهب مش لاقيينها خالص. تمام. فممكن في الاختبارات نقدر نلاقي الحاجات اللي تايهه مننا ونفسنا نلاقيها في مصر تاني دي. لان الفتره اللي فاتت دي فعلا احنا مفتقدين المواهب الموهبه. اما دلوقتي اللعيبه بقى يعتمد على الجسم، ودي برضه حاجه مش وحشه على فكره، لان ممكن شغل المدرب نفسه مع الجسم ده تلاقي ظاهره طلعت ثانيه ما يبقاش حد متوقع. على الجسم، افرض عيل موهوب جسمه قليل جدا ولكن موهوب، واحنا عندنا اسماء رنانه. تمام. ومواهب فذه، طبعا اجسامها كانت ضئيله جدا. تمام. طب انا هركز على الجسم، مطلوبه انا معاك في بعض المراكز. ممكن يبقى جسمه حلو وقوه استيعابه حلوه. في الوقت ده يقدر يستفيد من اللعيب ده، او ممكن انا اجهزه. ما هي دي حته المدرب. ما هو المدرب لازم يبقى عنده شغل. ايه شغل المدرب؟ ان هو يصنع لعيبه. تمام. مش لو اللعيب جاي لي جاهز، انا كمدرب فايدتي ايه في الفريق؟ ما لازم اللعيب عنده نواقص، انا كمدرب عينيا شايفه ايه اللي ناقصه، ابتدي ازوده الفتنس عنده، ازود الجزئيه اللي ناقصاه، ابتدي انا كمدرب ازودها. تمام. كابتن اسامه، يعني زمان والايام الجميله كان الكشاف العينيه خبيره، العينيه جيده في انتقاء اللاعب الموهوب بالفعل، وبيروح وفعلا هذا اللاعب اللي مع الكشاف بيتم اختياره وتوقيعه للنادي، وبيتم وبيكون نجم من نجوم النادي ومن نجوم البلد كمان، ومن نجوم البلد. ولكن دلوقتي الكشافين هدفهم الوحيد المادي البحث. لاعب بقى كويس ووحش مش كويس، الظاهره دي اختفت، وظاهره الكشاف المعتمد، لان كان بيبقى معتمد ده كشاف كويس وعينيه كويسه جدا، ده انا بحضنه كنادي. وكان على راسهم الله يرحمه الحاج عبد البقال. يعني اللي جاب لعيبه كتير جدا. صح. جاب لعيبه كتير جدا جدا، ثابت البطل ومصطفى عبده كتير جدا جم للنادي الاهلي، ويعني اللعيبه ديت مثلت بلدها. هل ممكن نشوف كشافين في هذا الوقت ولا صعب؟ والله هو دلوقتي بالرغم ان مش عايزين برضه مش عايزين نبخس حد، في بعض الكشافين الجيدين اللي ما زالوا محتفظين بهذه المهنه. كلامك مظبوط يا كابتن، بس انا يعني الفكره كلها بقت يعني فكره الاكاديميات، انتشار الاكاديميات بقت ظاهره غريبه جدا جدا. ظاهره غريبه جدا 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 في كل مكان. يعني وانت ماشي في الشارع تلاقي حد عامل اكاديميه على طريق عام، ملعب خماسي وعامل الاكاديميه. طب انت هتفضل تمرن الولد دوت في خماسي اخره ايه؟ انت هدفك انك انت تجمع منه فلوس وخلاص؟ وده برضو يعني مش الاساس. والاساس هل انت مؤهلاتك ايه اللي تؤهلك ان انت تمسك اللاعب تمرنه وتدربه؟ يعني انا شفت النهارده كابتن على السوشيال ميديا ناس بتدعي على مدرب ماسك براعم يعني سن 6 سنين و7 سنين بيجريهم في الرمل، فقال له انت هم دول اللي يستحملوا الكلام دوت؟ طبعا انا ما رضيتش اعلق لان طبعا هغلط في مش هينفع لا. فانا يعني مش عاجبني الوضع الاكاديميات. بس انا يعني اعمل اكاديميه، يعني احنا في صدد ان شاء الله هيك السب المكان اللي نفس الاعلام يعني يتسلط عليه بامانه ان شاء الله، هيك السب ومدينه السلام سعاد كده ان شاء الله، مدام سعاد محمدي ومجلس الاداره بتاعها الجميل دوت، اللي
اللي دؤوب في الشغل بصراحه. ان شاء الله تشرفنا هناك يعني في صدد ان احنا بنعمل اكاديميه مشرفه تفرز لعيبه للبلد ان شاء الله. تمام كابتن مهاب، برضو ما زلنا عايزين نتكلم عن قطاع النصر وبالاخص في القطاعين 2001 و2005، في ظهر بعض اللاعبين الجيدين في الفريق، ومين اللي ماسك المراحل السنه دي؟ بص حضرتك، واحنا طبعا رقم واحد احنا تحت اشراف كابتن اسامه حسن، وده تمام. شرف لينا طبعا. تمام. ان شاء الله هبقى انا موجود في الفريق على في 2001، معايا زميلي كابتن مصطفى عبد القادر، من الناس اللي تحب تتفرج عليهم وهم بيدربوا، شخصيه جميله جدا في التدريب. ومعايا كابتن نجم وهو بيلعب، ونجم ان شاء الله في التدريب، وهيبقى قنبله الموسم ان شاء الله، كابتن عمرو اسامه. ان شاء الله ان شاء الله هتتفرجوا على موهبه قويه، مدرب صاعد، مدرب صاعد، حاجه ما شاء الله عليه يعني. صاعد واحد ولا صاعد بس؟ لا هو شخصيه بصراحه لا ابن كابتن اسامه، انت هتشوف فعلا اللي خلف ما شاء الله يعني. ربنا يبارك في اسرته جميعا يعني. لا كابتن اسامه طبعا، ومعانا حراس مرمى مش عايز اقول لحضرتك بقى، كابتن محمد نجم يعني السد العالي بتاع السلام. يا مسهل حالي كده نشيلها ونستعين ان شاء الله. بندعو من خلال البرنامج الجميل دوت، بندعو للاختبارات يوم ايه الاختبارات؟ 15 و16 ان شاء الله. مقابل مادي كبير ولا صغير؟ حياتهم لا لا لا، ده كلام فاضي والله. مش هي الفكره، مش كابتن سعيد لسه دلوقتي معلق على حاجه ديت، احنا هي الفكره ان يعني ده بيدخل بيساعد النادي. تمام. بس برضو ما يعني ما تغلاش، وفي لا لا والله، كلمه الاختبار 30 جنيه مش اكتر يعني، حاجه بسيطه. لا حاجه رمزيه كويسه، لان بنسمعوا الاختبار دلوقتي في السوق السوداء ب 100 و 150 للسماره وكلام فاضي. وبرضو من مساوئ الاختبارات يعني، معلش جالي برضو كذا اتصال، طبعا ناس قطعت التذاكر او التيكت بتاعت الاختبارات، وللاسف الشديد ما تمش اختبارها، الاعداد فاقد بزياده. طب الناس في فيديو هنبقى نعرضه بعدين، طب ادونا طب فلوسنا تمام قيمه الاستماره ومش عايزين نختبر. وهذه الست يعني بتقول للاداري اديني وابني مقيد في نادي عايز ايه تاني. انا هقول لحضرتك واقعه كانت حصلت قدامي، وبعض المدربين يعني للاسف اشتغلوا في المجال وشغالين. الواقعه دي تخيل انت كده، ان واحد يعني للاسف اعلامي اجر ملعب خماسي نادي النصر، وراح عمل الاختبار الولد ينزل الملعب ب 100 جنيه. نادي النصر ايه بقى؟ نادي النصر الجديدي. مصر الجديد. تمام. اجر ملعبه وعمل اختبار، الاختبار الولد ب 100 جنيه، يعني الولد ينزل الملعب ملعب خماسي. وجاي له عدد. طب اداره النادي فين من تلك الاحداث يا كابتن اسامه؟ والله هو يعني اداره النادي اجرت له الملعب. كمان يعني اجرت له الملعب، بتساعده يعني، اجرت له الملعب هو يتشقلب فيه، ده بتاعه ده. هي الفكره كلها زي ما قال الكابتن سعيد لطفي كده، قال احنا مش عايزينها تبقى سبوبه. تمام. وده الهدف، انت الهدف ايه؟ احنا نخرج لعيبه تفيد البلد. تمام يا كابتن، هو ده المطلوب. طيب يا ريت لو معانا صور كده نعرضها، صور الاسبوع طبعا بتاعت هذا الاسبوع. طبعا الكابتن احمد دودار طبعا مدير قطاع البراعم بنادي المصري اف سي، احد انديه الممتاز بمجموعه القاهره ان شاء الله، اللي اعلنا عنه او هنعلن عنه باذن الله في هذه الحلقه، الكابتن احمد دودار والكابتن شادي المشيخ، طبعا مدير قطاع البراعم بنادي المصري اف سي، وحاجه محترمه جدا. طبعا ده توقيع او جانب من توقيع اولياء الامور البراعم طبعا في قطاع البراعم بنادي المصري، واللي بدا بالفعل من يومين سابقين. تمام. ده برضو احد اولياء الامور بيتم توقيع على استمارات الانضمام وقيد الاتحاد المصري بنادي المصري اف سي، احد انديه القسم الثاني، كابتن احمد دودار طبعا. هؤلاء البراعم اللي شغالين يعني لاعبين موهوبين جدا 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 طبعا من مختلف المدن، ودي حاجه كويسه جدا. براعم يعني هذا الموسم شكل تاني ان شاء الله، باذن الله يكون في طفره في المواليد الصغيره ديت، البراعم المميزه. طبعا دي جانب من الاختبارات اللي كانت موجوده بنادي المؤسسه العماليه، وتم انتقاء بعض اللاعبين، اللاعب موهوب عبد الرحمن السعيد، ولاعيبه يعني الحمد لله افرزت بعض اللاعبين الجيدين
ده كان اول امس ودي حاجة كويسة طبعا. كابتن أسامة طبعا قبل ما نختم حابب توجه شكر خاص في هذا المجال لمين؟ والله أنا بشكر المسؤولين كلهم إن إتاحة الفرصة تمام إن الكرة ترجع تاني والرياضة تشتغل في الظروف دي فده أنا بشكرهم جدا عليه لأن الكرة دي عشق الشعب المصري. فأنا بشكرهم جدا 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 المسؤولين عن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الاتحاد وعن الصحة وعن والجمال طبعا الصحة والجمال دي أهم حاجة ما ننساش طبعا الصحة والجمال وبس بعد سلامي لأخويا وحبيبي أحمد دوغدار طبعا ماشي يا كوتش. كابتن مهاب سويلم حابب تشكر شكر خاص في هذا المجال لمين؟ والله أشكر طبعا حضرتك قبل كل شيء والكابتن أسامة مشكورا واسرتي المغموره ربنا يخليك تعبانين معانا في المجال ده طبعا ربنا يخليك وكل من يساهم في ارتقاء بالمستوى بتاع الكوره في مصر احنا بنشكره وبنشكره على تعبه جدا وبنقول له امضي واحنا خلفك تمام وبالتوفيق لينا جميعا ان شاء الله الموسم ده ويبقى موسم علينا كلنا ان شاء الله سعيد ان شاء الله وكل واحد يحقق اللي نفسه فيه ان شاء الله ان شاء الله. طبعا في ختام هذه الفقرة بحب أشكر الضيوف الكرام الكابتن أسامة حسن طبعا المدير الفني بقطاع الناشئين بنادي النصر صب. شكرا جزيلا كابتن أسامة. شكرا جدا كابتن. وبشكر الضيف الكريم الكابتن مهاب سويلم المدير الفني لمواليد 2001. شكرا جزيلا. شكرا لذوقك يا فندم. شكرا لذوقك ربنا يعزك. هنطلع للفاصل ونساب الضيوف الكرام الكابتن محمود طه مدرب كرة القدم والكابتن محمود شعيرة برضه مدرب كرة القدم ونتكلم عن الاختبارات في المجال الرياضي. تابعونا هنطلع لفاصل ونعود لكم سريعاً.